السلام عليكم، اهلا بكم في قناة شموخ الخوف. اليوم راح اعرض عليكم فكرتين جميلتين لعمل نافورة وجلسة. اللي عنده مكان مناسب للحديقة في المنزل، اذا كان مكان كبير ممكن يعمل هذه الفكرة، او اللي عنده مزرعة واستراحة ممكن يستفيد من هذا الفيديو. هو مقطع سريع وان شاء الله راح يعجبكم. تابعوا معي ولا تنسوا زر اللايك.